فين يا عم؟ موجود. وعرفت انك سألت عليها امبارح. سألت عليك اه. فلوس وصلتك؟ حصل. حاجتي فين؟ بالليل هجيلك. بالليل ايه؟ انت مش الحاجة جاهزة؟ فلوس معاك من امبارح؟ انت فاكرني سايب لك الفلوس دي بتشغلها؟ الحاجة جاهزة صحيح، بس اللعبة دي ليها اصول. ايه اتقال تاخد حاجة نضيفة؟ اتقال اه. بقول لك ايه يا عم غلبة؟ انت لو فاكر انك تاخد فلوس وتخلع، وقسما بالله لا لك عينيك دي. عيب يا ريس، مش طلبة اللي اتقال له الكلام ده، طلبة راجل شريف، وبكرة هتعرف. مفيش بكرة، النهاردة. وماله؟ النهاردة بالإذن. هنشوف. يا طنط أنا عملت كل اللي حضرتك قلت عليه ومفيش أي حاجة جديدة بتحصل. عيب عليك، دي بنتي وأنا عارفاها كويس. دي قالت لي مبروك إنك هتسافر يعني، وعادي جدا ولا كأنه فارق معاها. يا ابني بتعرف تخبي مشاعرها، دي دكتورة نفسية. أو يمكن هو ده اللي جواها وهي مش بتفكر فيها أصلا. أنت زهقت ولا إيه؟ لا بس يعني مش عايز أعلق نفسي بحاجة مش عارف أوصل لها. بقول لك اسمع الكلام بس اصبر انت شويه عشان خاطري. ربنا يقدم لي في الخير. خير ان شاء الله. صحيح في حاجه كده بحاول اعملها يعني احتمال تظبط. حاجه ايه؟ قول. انا بدور على شقه قريبه من البيت عندكم. دي فكره كويسه جدا. عارف انا دلوقتي اطمنت، حاسه انك فعلا متمسك بيها وبتحبها، وده اللي مطمني. ربنا يخليك يا طنط، وبجد أنا اللي بشكرك على مساعدتك ليا دي. بص بقى، عايز تشكرني بجد؟ اعمل لي خروجة حلوة زي اللي عملتها لي المرة اللي فاتت. يا نهار أبيض، ده حضرتك تأمري. تسلم يا روح. باي، مع السلامة. مع السلامة. شكله عمل معايا الدنيا ده ولا ايه؟ ايه كل ده؟ انا احسن اجي متاخر ولا ماجيش خالص؟ لا خلاص انا مش فاهم الكلام ده. حاجه فين؟ دي هديه مني ليك يا سيدي. الحاجه الاصطفايه دي من الاخر عشان تعرف بس ان طلبه لما بيوعد بينفذ. وانا كمان يا طلبه لما بوعد بنفذ، ولما قلت لك ان انا هقفشك كان عندي حق. ايه ده؟ في ايه؟ انا مش فاهم حاجه. انت لسه عايز تفهم؟ عشان تعرف يا دكتور ان انا كان عندي حق لما قلت لك ان طلبه بيعمل شغل زباله هنا جوه المصحه. انت عارف يا طلبه انا بدافع عنك بقالي قد ايه؟ يا دكتور انا مظلوم، الدكتوره اللي حطاني في دماغها ومستقصداني وعايزه توقعني في اي مشكله. ده تستعبط طلبه؟ ده انت مقفوش وبتديله المخدرات. لا انا ما اديتهالوش، انا كنت براقبه عشان اعرف بيجيب المخدرات دي منين واجي اقول لكم. هبل قوي الحركات دي يا طلبه. ما تتكلم يا هاني يا ابني، الكلام اللي طلبه بيقوله ده صحيح؟ مش هتفرق. هو ايه اللي مش هتفرق؟ ما تقولي يا هاني بيديك مخدرات ولا لا؟ بقول لكم ايه، مش هدي حد فيكم اجابات. كفايه العكنه اللي انتم عكنينها لي دي. احنا لينا تصرف تاني مع بعض بعدين على اللي انت عملته ده، بس دلوقتي خلينا في البني ادم ده. انا مش ههدى غير لما احبسك يا طلبه. طيب عايزين ممرض يجي يقعد مع هاني لغايه لما نشوف هنعمل ايه، واحنا يلا بينا على مكتبي نشوف نتكلم مع بعض نكمل. انت عارفني من زمان يا دكتور. مش هنا. يلا حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. من كل الله بعد على قله المزاج دي. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.